أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم عتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا
منازلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما عسيرا ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا صدق الله.